عسلامة مدام. عسلامة. بيسالي. الحمد لله. قدم لي روح. مواطنة. مواطنة بسيطة يعني زوالية، الحمد لله مستورة والحمد لله. شو تعمل في حياتك توا؟ لم في الدبابس باش نطر. بخلاف انك تلم في الدبابس شنو تعمل اخر؟ ما عندي من نعمل اخر حتى شيء. ما عندي من نعمل اخر. اما حاجة واحدة، انا تلزيت اول مرة في حياتي اللي نبيت في الشارع ونجي قدام الحاكم باش ما يقلقني حتى واحد، ووصلوا يقلقوني. نمد يدي الغالبين، نمد يدي الغالبين، نحب نحبش نكون رجلي. قديش عندك ساعة قبل كل شيء؟ قديش عندك تعيش في الشارع؟ عندي طول محسوب أضي شهر ثاني. شهرين في الشارع؟ عليش في الشارع ساعة؟ عليش في الشارع؟ الله غالب. سكنت عند واحدة وطلعت الدار هما خالعينها وخفتين على روحي. عليها كريولك دار خالعينها؟ رسول الله. خالعينها تصور انت. وكي جت ورقة المية عرفتها اللي هي دار شكون. اللي هي؟ عرفتها دار شكون بالورقة المية، فيها اسم فلان فلاني. تصور انا ديجا انا وقتها قبلها جوني جيرين وعرضوني في الشارع وقالوا لي راه ماشي دار. قلت لهم في بالي. انت سكنت رغم هذا؟ وسكنت تلزيت يعني. بعد كي جيت انا قلت نتبع السرق باب الدار. باهي انا فايقه بهم من الاول. انت مضطره؟ مضطره فهمتي، وفايقه بهم من الاول. ما قلت ما يسالش. ربي بقداش كراوها لك؟ 100,000. 100,000 ظاهر من السوم. 100,000 كبيره؟ لا مش كبيره، هي مش كبيره، ما هي دار كامله خلعوها في الثوره فهمتي. شنو مربوحهم من خلعان الدار وكرينا ب 100,000؟ والله تحلف بربي، راه ورس ولدي اللي هي عطاهولها ربي سبحانه وكعبه واحد. قلت لها تنجمي هو كيما عطاهولك كيما يهزولك، راه تحلفي بربي مش لعبه راه. اما انت ما عديتيهاش عليا راك، انا فايقه بيك. قلت لها تذكري وقتها قلت لك قلبي خبيري. قالت لي انت حسيت حاجه؟ انا قلبي خبير وريتي نحس بالعبد. راك الانسان هذاك ما حاجه يقولها لي، يقولها لك هكا قلبك صدق من غير يجي عبد يقول لي. ما يجيكش احساس من لا شيء؟ لا قلبي خبيري ديما، قلبي خبيري. مثلا 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 هذيك نعرفها وقاعده يا صاحبتها، وانا قاعده من غادي. قلبي خبيري اللي هي تقطع تريش تجبد فيه، حس بيها. ومن بعد يجيني الخبر ويقول لي راهي هذيك فلانه قالت فيك وقالت فيك. قلها في بالي بروح. خرجت للشارع، هزيت دبشك وخرجت. اي والله توا حطيته عند واحد، عند راجل يرحم والديك والديه. شو نقول يا ربي حني. تصوري انت قاعده نلم في الفلوس وباش يعني نمشي نكري ونعمل كونتراتو والبطاقه نتاعي ضايعه عليا، يعني ضاعت لي ما فهمتش كيفاش ضاعت. بطاقه تعريف؟ بطاقه تعريف، يعني تو نحس روحي انا ضايعه. انا ضايعه تبيعها؟ انا ضايعه فهمت. وحتى واحد يعني باش مثلا باش يعمل فيك الخير ويقول لك يجي به عباره ساكنه عندي ونعمل لك كونتراتو وطلع اوراق. ما نكذبش عليك انا حاطه في مخي نلم الفلوس وقلت نمشي للجزائر بالحق، خاطر تونس ما عادش فيها. يعني لازمك بطاقه تعريف توا؟ لازمني انا بطاقه تعريف. انا توا محروقه، وصلت مخي راب من بالبطاقه. نقول لك معناها فيك الخرجه نتاع الدار ضيعتها هكاك، فك الخرجه هذيك رست. ما عندكش هكا كوبي ولا حاجه؟ عندي كوبي، اما من حتى كي باش نمشي نجبد الماندا لازم بطاقه تعريف نتاعك الاصليه. تعريف فهمتي؟ ماكش قاعده تجبد؟ مشيت الا ما مشيت للمركز قلت لهم راهي ضاعت لي وخذيت شات ذي وباش بالسي تعرفي بالسي 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 بالعمل. قلت لها راني في البوسطه، قلت لها راني ما عنديش شكون يعطيني. قلت لها بالحق راه ما عنديش شكون يعطيني.
لحلحة ترى أنا من نوعيتي من لحلحة شران. الله غالب نعيش بخشمي، مثل ما ديما عندي كلماندا باش نجبدها يلزمني نتلز باش نلحلح، فهمتي؟ المرة ذي زادة كيف كيف مشيت المعتمد قال لي كان ما عطوهاش ليك يجيني ونمشي معاك ويرحم والدي، نمشي معاك ونجبه وتجبده. شهرين اللي عشتهم في الشارع، شنو الحاجات الخايبة اللي عشتها؟ خاطر أكيد ماكش باش تلقى حاجات باهية. يجيك عبد هكا يبدا يقعد بحذاك ويقلقك، فهمتي؟ يقلقك، ما نعرفش يجي حتى في عوض ولدك. قد ولدك كيفاش يقلقك؟ عرست عمري 17 سنين انت وانا جدره. كيفاش يقلقك؟ يقلقني ما بالكلام نتاعهم، يقلقني يا يرمي كلمه يا ما ادري شنو يا ما ادري شنو. نعرفش اخر مره حاسيلو قلت له تجي ولدي، تجي ولدي راك اخر مسار غد طلبت عملت العون قدامي كيما غادي الحجرات هذاك معيط له قلت له هز من قدامي يدي تراش عليها راه بالحق انا من يعني تعرضت للتحرش في الشارع حتى التحرش حتى في الخزره نفهم نفهم خاطر تو مثلا الراجل باش يتعدى باش يخزر عادي نرمى ما ثم خزره نتاع بلاده تصدقيني مر اللي فات دبوزه ايتر ونص ضربته بها من بين وذنه وخده والله وصلت على النفط شكون ماني باش ندافع على روح باش ندافع على روح باش ندافع على روح اخر ما صار قال لي انت شنو معامله انت قاعده شايره برقيب افهمي شنو معناتها افهمي قدي طفله وافهمي نفهموا بعض نهبل عليه ونكون قاعده في ملك ربي يقول له صحيتي يقعد الباهي والخايب ويقعد الام والناس الكل الباهي والخايب تصوري انت وتكون عاقله ونهبل عليه هبله هي بيد شكون اخر هكا حاول ما اللي باش يقلقني نقاومه من البلاصه ايه العمريه في العمر كبير هذا يسعى لي قلقني غادي القديم والله كبير مش صغير قلت له اللي انت قلقتني انت انا مش صغيرة راني تو برشا يقولوا ملي 30 سنة 35 انت تظهر هكا فهمتي يعني انا كان جيت جاب ربي جيت انت توا قداش عمرك انا 51 سنة 51 ما تظهرش برشا يقولوا لي انت سمعت صوتي صغير ومكذبة روحي تو برشا اللي يعرفوني يعزوني ويحترموني المكثرين ثم رجلي يعزوني يحترموني تصوري نكذبش عليك لان ثم عنديش الزلمة حشيك شكون يعاون فيك شيرا ثم ساعات تجي هكا جمعية يعطوا الماكلة الأمن يعاونك الأمن الحق مش ديما جديم وانا ما نحبش نمشي نطلب نرضى روح برشا يعيشوا في الشارع ديما يقولوا لي للامن يعطي فيهم في الماكله يعطي مش ما يعطيش فهمتي ولا لا يعطي دبوزه ما حتى الجيش يعطي اللي يعاون يعطي صح اللي يعاون يرحم والدي واللي كان اللي يعطي يرحم والدي واللي ما يعطيش يرحم والدي نجم تخلي نمروك مدام في اخر الفيديو 27-08 35 8 في الاخر 27-08 5 308 شكرا.